وصلت الان داخل المنطقه الراسيه حاضره. جول 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 جول. نعم هو الهدف الاول، هو الهدف الاول اللي ظاهر امامك بالصوره عبد الله سعودي. اذا 1-0 للنفط في بدايه مبكره، وعلى لنا عبد الله سعودي. هاي شوف لي اياها، شوف الراس يا عيني يا عيني يا عيني. الكره تجاوزت ام لم تتجاوز بنفط دار الخضراء؟ شوف الضربتين عادت من جديد الى سعودي، هياها الى علي، علي خليل، علي خليل سرعه وباص طويل وتسديده. شوف السعودي، مر سعودي، انفرد سعودي، هل هي العرضيه ام هي التسديد؟ وفات. رجعت المباراه الى نقطه البدايه، الى اول ضربه البدايه. ماذا شوف التسديد، يا ساتر خطيره. ليس كل هذا فقط الشرطه، ليس كل هذا فقط، شوف المحاوله اللي كانت دم خطيره، انما الصدالها جاد الله. 4-2 طويله الكره على اليسار، محاوله لفريق النفط الى سعودي. سعودي 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 عرض من الكل، اقرب لعلي خليل، علي خليل بالابعاد بهذه الطريقه الى اوتارا، او هذا سعودي المواس، المواس باللمسه لكن اصطدت الى سعودي. هنا مرتده 2-2، محاوله للشرطه، فرصه للوصول لكن تغطيه من فيصل. اسرع سعودي، اقرب لنيانغ، سعودي ونيانغ، صراع افريقي بمنطقه الجزاء. للحديث في بقية كرة اللعب عالية، ابعاد من البرازيلي، لا زالت الكرة للنفط، محاولة هنا التقدم للأمام. سعودي يا سعودي يا سعودي، الله، من أجمل أهداف في الجولة، من أجمل